مين ناوي ممكن يذكر الله؟ في بعض سما رفعوا ايديهم. الله يجعلني واياكم من الذاكرين. لها اعلمكم جميعا. اسمع اجيت لها اعلمكم جميعا. واحد ما فضي يجي، واحد ما حسين يجي، لها اعلمكم. ذكر الله الساعة التي تجد فيها لذة الحياة. عمدلكم والله أني على أطرب لذة في الحياة. صلي الصبح وقت ما فيه شغل، خليك على قاعدة الصلاة، متوجه إلى القبلة، متوضي، غمض عيونك واستغفر الله 25 مرة. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله 25 مرة. بعدين تقرأ الفاتحة مرة وقل هو الله أحد 3 مرات. في شيء صعب؟ في شيء صعب؟ الاستغفار قدي ما اسمه؟ والفاتحة وقل هو الله أحد 3 مرات. نوهم لروح النبي عليه الصلاة والسلام وأرواح الأولياء. نبدأ مرحلة الثانية وانت مغمض عيونك، لاحظ حالك مع روحانية الشيخ. دقيقتين فقط، ما بدي أكثر، دقيقتين. غمض عيونك، لاحظ حالك مع الشيخ، لاحظ أن قلب الشيخ كمزراب يصب في قلبك، مزراب يصب الأنوار في قلبك. لحظة، دقيقتين، لاحظ أن أنت مع الشيخ. حط هالفيش الميت بهالبريزة اللي فيه كهرباء. شو بيشغل الشريط كله؟ كله كهرباء. هي اللي اسمها الرابطة، ترتبط روحك بروحانية شيخك. هذه الرابطة حتى تقوى روحك بروحانية شيخك. لما تكون واحد ضعيف بيجي واحد قوي بياخده بيسحبه. فروحانية شيخك أقوى من روحانيتك، تسحبك من الدنيا والشهوات إلى الله. بعد هالدقيقتين مسبحتك بإيدك، مسبحة صغيرة أو كبيرة، تكون مسبحة مشدود الخيط طبعها، تحرك المسبحة، الله 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 الله، سكر التم، لسانك شاف حلقك، لاحظ القلب تحت بز الشمال بإصبعتين هو الذي ينطق باسم الله. الله 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 الله. خليك قاعد 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، 3 ساعة. لازم يكون نص ساعة صباحا ونصف ساعة مساء. لاحظ على هالذكر. ممكن واحد يقول والله قلبي ما تحرك يا ابني، لا تمل. قديش هلا صار عمرك؟ 20 22 23. طيب من 15 للـ20 كم سنة؟ 5 سنين. لو قدرنا هال5 سنين عم نحفر بير، 5 سنين حفرنا البير وطلعت المي. انت كنت عم تردم هالبير 5 سنين، عم تردمه حتى تسكر البير. هلا بدك تشرب مي، بتمد الكاسة بتعبي المي، بدك تفضي يا ابني، بدك تفضي اللي دملتهم 5 سنين ذنوب وأخطاء، بدك تفضي. صبور صبور على ذكرك، صبور. يوم 2 جمعة، جمعتين، شهر، ما بشوف إلا طلت المي العكري.
بعض المي العكرة شو بتطلع؟ المي الصافية. عندها وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انتصرت على نفسك، وانتصرت على هواك، وانتصرت على شيطانك، وتقربت من الله، فكنت أقرب الخلق إلى الله. صير هاي صباحا، وانت نازل على شغلك، وانت نازل على شغلك، نصت على القلب، تلاقي القلب حاضر، الله 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 بشغلك، التفت إلى القلب، شوف قلبك ذاكر. عند النوم توجه إلى القلب، شوف قلبك ذاكر. نام على ذكر، بتفز على بكرة، بشوف قلبك ذاكر. الله بيسلمك يا على ذكر. نرجع نعيدها، استغفار 25، فاتحة مرة، قل هو الله أحد 3 مرات، نوهبهم لروح النبي عليه الصلاة والسلام، أوهبتهم إلى روح رسول الله وروح أولياء الله. بعدين الرابطة، دقيقة أو دقيقتين تلاحظ، ممكن تشوف صورة شيخك قدامك، ممكن تخيل شيخك قدامك، ممكن تشوف الروحانية، ممكن تشوف الصورة. والصورة بداية، في البداية شوف صورة شيخك، شهر شهرين ثلاثة بشوف صورة، كل ما جلت أكثر كل ما بتقوى رابطتك أكثر. ثم بعدين تبدأ بذكر الله، لا شيخ ولا غير، تبدأ بالله الله بالقلب. شغلوا قلوبكم يا ابني، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب القلب يا ابني، هذا اللب تبعكم. أنا لح أقعد معكم دقيقتين، مين حيبيعني على الذكر يرفع إيده؟ يا حدا الكل إن شاء الله، إن شاء الله. ممكن تعدوا على الركب دقيقة؟ يا رب. يلي بده يبيع يقعد على الركب، هاي بيعة عامة إن شاء الله، ربي بيجعلها خالصة لوجهه الكريم. رجالا ونساء، نستمد الآن إمدادنا من قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بترتبط بشيخك، شيخك يرتبط بتوفيق الله، أسأل الله أن يوفقنا. مدوا أيديكم، أنا بقرأ آية البيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ارفعوا يديكم، قولوا أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
غمضوا عيونكم ولاحظوا قلوبكم تذكر اسم الله. الله هذا وقت غرس اسم الله في القلب. غمضوا العيون ولاحظوا قلوبكم تذكر الله. فاتحة. بسم الله الرحمن. أسأل الله العظيم باسمه العظيم أن يفتح عليكم جميعا فتحا يليق بجوده وفضله. أسأل الله أن ينور قلوبكم ويشرح صدوركم وينور بصائركم ويجعلني وإياكم من أخلص عباد الله الصالحين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.